بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أحبائي في الله ودرسنتي كتاب كان لما قعد حي 100 حديث للحفظ برو بقول حديث وأن أغريني شنشن حديث دروس تاسون أو تلقى لي سيكوبا إن أنو أغرينو دوتكا جروتشوك تا سيدا هو يوين كان إلى يوقف إيديان عرور طوب حنسوق أن حديث كا كونتن يكوبات عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. حديث كان وحاصو ساري أما اسكو وافقي بخاري يا مسلم من حديث عائشة هريبا نصو إشارة كمتن كحديث أوه الرئية إنو أبو هريرة ورين دونه. إذن أبو هريرة هل كاسو مغغرنا ماضي هذا عائشة نوب الله بتيهو يذن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث كأوه الرئية عائشة نوب ورين إسهو يذن عائشة وحايس هو فقي بخاري يا مسلم من حديث عائشة عائشة وحيلاذة رضي الله تعالى عنها نبي صلى الله عليه وآله وسلم يكور ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث قف كسو الدرة أما كسو الدرية في أمرنا هذا أمر كيغن أو كان أو لغوذ الدينك لغوذ قرآنك لغوذ السنة رسولك صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وح أن كمد أهين وإلهي رسول كيسو أين أوغين سلفي الصحابنا أين أوغين ديننا أين أهين قفك الدين أهان أو غصو الدرة قاب عبادة أو غصو الدرة فهو رد وجه الله قد فريا رد بمعنى مردود عليه أصغى دبلو وعلينا يا شابك أغاد ككان ستي أيان لقوليهي. هذا الحديث كان وحو أسل أيهاي شريعة إن إسلامكو إن إنا كبنانين إن وح لغو صادره على وجه العبادة لغو صادره أما وحيابها الدنيوي جاء نبي أن صلى الله عليه وسلم وحو لي أما الصحابة وكويري أنتم أعلم مني بأمر دنياكم الدنيا ذي نئذين كأيا إغيا قال مركا ديارضا لسامية إيو بابور بيكو سعضا لسامية إيو وحاصرا وأمور الدنيا مصالح ذا بني آدم كي لما يستريسا سيدا درادت أي نبي أنه صلى الله عليه وسلم وحوليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما أقول مركا الدين تين وحلو صدر أبدا. عبادته توقيفية عبادته دليل بأباها انتهي أي عبادة كستة وحايكا قبها انتهي الدليل كتسين أيا إن أضوحا سميسو وإلا التوقف وإلا كإستاكتها أنبرنا قاعدة عرورتنا أنبرنا معلمين هدانو نهي أرددنا إن دينة إسلام كوحدة لغسو الدريكري وكل بدعة ضلالة بدعة والبنى وابادي بدعة والبنى نار بيكودن بين إيسا سيدة النبي الشيخ صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قاعدة قبصو العبادة تفتقر إلى دليل عبادة كستوحي أباها أنت الدليل قفك عبادة مكانك خصيصة دليل كي مكان كان تصي ماشان دليل كتصيب اللغة بهاية قفك الزمن إيا وقتي عبادة كو قاريالة الزمن كان دليل كتصيب اللغة بهاية
قفك كيفية أما قاب عبادة وشيغة سيدان بالله سمين كرا دليل كقاب كان تصي أيا لو بهي قفك عبادة رها انت أمبا سيدان أمبا الله سمين كرا أميل كو قيدة أما قاب قيدة أما صفاء تلماما أما الزمن كحرا كل ذلك وحي أباها انتهي دليل صراحة ما قف الله قفك الشيء لي ماذا ياكو أمرينه حاجاتك كانت هنا هدو كاني ويوجه على قدو فريا قاعدة هدان وقفصان لهين ما انت بدع بضن كما أن اندرنين دينة إسلامك حديثك كنتني اللباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل متفق عليه حديث كان بخاري ومسلم أيا صوصاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو يذن عائشة وحيلاذها أيضا النبي قال له قصه وريني حديث كان صلى الله عليه وسلم إنه نبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال أعمالك واللوغوك القعي لبديها لوغوك عليها إلى الله إلهي حقي ستبارك وتعالى أدومها وكوى لدائمة وكوى لدائمة إن كلبوا إن وإن قل هبا يرادين انظر أعماش إلهي أكتي سلوك القعي البدي وعمل كأن دائمته وعمل كاستمرارية أتكس ميسو وعمل كأن كلبوا إن ولو عمل كابا الله عمل يربا يعني الله كدقين سالة سادو قرأته قفا كتابك القرآن كأه إلا بش رمضان أو كلي أبو كالفرا طيب كايا كفضي بضن وحا كفضي بضن قفك مالين والبا قرآن كي لنو الأوحيون كأغرمية حسا كفضي بضن محايا لعمل كالأو دائما يو أيا كفضي بضن شيء انتو هالمرسم أيو أو هدنا أو كالقوين أيو أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل حديثك كونتن إيا الصدحات عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه رواه البخاري حديث الإمام البخاري بصوصاري من حديث عائشة هو يذن عائشة رضي الله تعالى عنها هو يذن عائشة وحين نغسه ولليس نبي جينا عليه الصلاة والسلام حديث كان قال نبي حويري عليه الصلاة والسلام من نذر قفك الشرط كقرة أما كن نذر أن يطيع الله ألا إنه أطيعه فليطيعه أطيعه نذر باتكوك الشيء إن الإلهي أطيع تبارك وتعالى وحاتر إلهي هداد ويلك يرأى ما قبرنا إي عافظه صدح ما الموت بين كوسومية صدق أيام بحينية حجك أيان تغيى عمر أيان تغيى علبا قضيى مساجد بانديسيا وقرآن من تاسو شربا قرآن كرمينيا المهم قفك كن نذرة إنو الله أطيعه هأفليه فليطيعه وإلهي تبارك وتعالى نذرك أكو أطيعه نذرك أسجى هأفليه وحادو قاتان مركب كوبان نذرك أما شرطيه وشي قفك بن آدم كأصو الدوشة إسكساره كمد ماءها وحيابها إنسانك ربي أكوك اللي في تبارك وتعالى إذا وانا لو قد دي يور نذرك إسك إلالي هادات إسك إلالي وإذا وإن الأوفساء قال تبارك وتعالى يوفون أصو المؤمنين تأماني يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا مؤمنين توكوا نذر كأي قلان كوا أوفيوي ساسو الله تلمام يتبارك وتعالى أما ومن نذر أن يعصيه قفك كل نذر إنو الله كو عاصيه وحير الله وددوحا إسيسو حمان تاسا سبينيا خمرايا عبيا جنبا وحق ورعيا هأمل إلهي غيرك لغو عابدو أيا وحكو قورعيا شيء معصي الله ما أقلو أما وحاتي الإلهي وددوحا إسيسو أما وحا إذا دفعي سود إذا عليسو
هبل حوري إنسان نف كميدا من قليا تحورا هذوك مبلي وحاط لي هذا الوحى إسيسو أنت أصو صدقابا هبل عكتي سكب دحين يا تأذوك مليد ومن نذر أن يعصيه هذا الإله وحى إسيس هبل بنديك صدادين يدي يا تأذوك مليد ها إذن ومن نذر أن يعصيه قف كن نذر إنه إلهي تبارك وتعالى أعصيه فلا يعصي يوسع عصين أو يوسع أرنك فلينين ويكون نذري أما عصدها يوسف فلينين سأصل النبي قالوا له صلى الله عليه وآله وسلم أما حديثك كنت لي أفراد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري حديث كان الإمام البخاري بصو سارية من حديث عائشة هو يذن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث كذا هو يذن عائشة وحي نوغو ورنيسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال نبي قحير عليه الصلاة والسلام لا تصب الأموات وردتك لنتيها عاينة ردتك لنتي وحبها كشيئين محايلة فإنهم أيقوا قد أفضوا حي قارين أولاقوا أبا المريي إلى ما قدموا وحي هرمر سدين هذا عمل ونكسن وقفك ليمد حتى جنوا بكوتش رابا وابا الله برواقين إياه مارك قف الله برواقين إياه بذو حكا الشيء ليسا هذا عمل حن هرمر سدين هذا وحاوة عقاب ومكوبة شرابا سيدا درادة با النبي إنه صلى الله عليه وسلم وحنا برا يا آذاب يعربك إنا إنه إلى لنه ذاتك الانتي إن وحلق الشيبه النبي قال وينو دي ذا يا صلى الله عليه وسلم تذكر مرة قاركوا وحيسكو خلدان قفك إيا فعلك وكتري مثلا نبا وحكتري فعل حن يعني مبتدع بوها ذاتك الدعوة بضم بكفة فيه أو بدعاء قفك مركي وحلق الشيء ما هذا تديسة لكن وفعلك إيا وحكتري فلان ابتدع كذا وكذا هبل بالعدس وكتري وحاسو ابتداء كسميي فعلك ويا وحل للردين ايو ذاتك اللو قدق ايو كذلك قفك وضو اهل معاصيها سيدوك لذا تديس الله مصعده لكن فعل الذي حمي وكتري ويا وحل الله صعده حتى قال هدوي هي نبينا صلى الله عليه وسلم حديثك لو حكولي هي ها عاينا سي اذا نوردي من كوى النور ويضد بي قرابا ليهن هذه مروى الباب أبو جهل وذكتهين وأسوى أبو جهل أهو قرآن وكسو الدقي أيها دلال النبي صلى الله عليه وسلم وحبها عاينة محايا لإكرماء وصحابي جليل أه أيو دلي حتى عبد الله بن أبي بن السلول ويل عبد الله اللي يدهدو دلو آذو قيمة بنا وصحابي جليل أيوها نبي حتى صلى الله عليه وسلم مركي عبد الله منافق أعلنتي خميس كي نبي أيوسي النبي صلى الله عليه وسلم خميس كيسي أيوسي النبي عليه الصلاة والسلام سوى ويلك الخاطرة دي سئل علينا يا مركا عربك الله إلى علينا يا دتك عادة كنك تئنا دتك أنت وعكش إيران هيسك إلى علينا هنا كلا صارين ذات ذا هي فعلك وقفك وكتري لا تصب الأموات مركا دتك أنت دين الودي دتك نولانا وسيدوك له دتك نولا الله نلوم أقول إنا نعينه اللهم إن الكدق يسفيع الحن تاوازكو حقو المركاء لا تسبوا الأموات داتك الانتي وحبها كالشيقين فإنهم قد أفضوا وحي قارين إلى ما قدموا وحي هرم السلام وابلوا وابا المرين يايو حد أي قارين أي نبي قيل صلى الله عليه وآله وسلم أما حديثك درسي أنا ما تأوضا بي وأنا درسي طبعا طبنات وما درسي كوي طبنات ويواء اللوبي وأما درسي كيوتوناد بها حديث كونتون إيا الشناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواه البخاري حديث كان الإمام البخاري بصوصاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هو يذن عائشة وحين نقول نيسى النبي عليه الصلاة والسلام حديث كنيه قال كان النبي
عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحيلاذة هي كان النبي نبي وحوها عليه الصلاة والسلام لا يدع مذان كتين أربعا قبل الظهر أفرق عضوات أو السنة صلاة الظهر كور ريسة أفرق عضوات السنة أو صلاة الظهر كور ريسة نبي كمتين صلى الله عليه وسلم وركعتين قبل الغداة سيدوك لكمتين صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح أما صلاة الفجر كور ريسنا نبي كمتين صلى الله عليه وسلم وإبن هاي ما أنت ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها وإبن هاي ما أنت مركا فضل إليه رواتبتو إيا سنوينك واجب كي نو إلى لنا يا أيها الأحبة كالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر أفرق عضوه أو صلاة الظهر كور ريس كمتين شرينو وأدائمي شري وركعتين قبل الغداة لبرق عضوه أو صلاة الصبح كور ريانا سنة رواتب تكوى اللو يقانوية رواتب تكوى اللبية وقدال بك شيء دونا بإذن الله تبارك وتعالى هذه مناسباتك اللي صامرته وحكم إذا ولبرق عضوه الظهر كور ريسة لبرك عضوه كدم بيسا لبرك عضوه صلاة الصبح كور ريسا ساسا يكس عريسا بإذن الله تبارك وتعالى لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء أسأل الله تبارك وتعالى إلهي وحمي دي سنة إنو حبله إنه إنو أرد بيريه عباده كوا واجبات كأ إيو كوا السنن كأ كوا الرواتب تأ نغانا ديغو كوا النبي محمد كضيضة صلى الله عليه وآله وسلم انت انو كما كل ما انو ترسي امتك الحقة وحالي ذنك قتل يا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.